وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قد يوهم تعدد الآلهة، لأن القاعدة في كلام العرب أن اللفظ إذا جاء نكرة مكررا في جملة فإن الثاني غير الأول، ومنه إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، قال النبي لن يغلب عسر يسرين. وين اليسرين؟ اليسر الأول يختلف عن اليسر الثاني. فالآن هنا يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهل الإله الذي في الأول غير الإله الثاني؟ الجواب لا، فهو إله واحد جل وعلا كما دلت الآية. طيب كيف يجيب عن هذا؟ الجواب أن التنوع في النكرة له عدة أوجه، إما في ذات الشيء أو فيما يتعلق به. فهنا لما قال وهو الذي في السماء إله، يعني هو الذي يعبده أهل السماء، وفي الأرض إله يعني هو الذي يعبده أهل الأرض. في اختلاف بينهما، في اختلاف، ليس في المعبود إنما في العابد. ففي السماء يعبده الملائكة، وفي الأرض يعبده أهل الأرض من الإنس والجن وغير ذلك. فلما اختلف العابد كرر الإله منكرا، واضح؟ هذا وجه. الوجه الثاني إنه هذا جاء في سياق صلة ولم يأتي مستقلا، قال وهو الذي، الذي اسم موصول معرفة، فصلته في السماء إله وفي الأرض إله، فهو شيء واحد. والتقدير في الكلام وهو الذي في السماء إله وهو الذي في الأرض إله، فالحديث عن إله واحد لا عن أكثر من إله، وبهذا يزول الإشكال.